حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرني معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عائشه وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا